بلقطة الأشرف الثلاثة. إذا نتكلم عن هذه الكوارث كان عندنا خطوط وسائل هذا واحدة فيهم كملوها مرتفعة جدا. ماذا ستحدث؟ الحرارة المرتفعة تؤدي إلى وقوع كارثة طبيعية. يا ترى ما هذه الكارثة؟ نجيب نعم. أحسن ممتاز. الكارثة الطبيعية الثانية بالنسبة لولاية ورقلاء استقبلنا اليوم 106,050 تلميذ موزعين على الأطوار الثلاث، من بينهم 11,000 تلميذ يلتحقون بمقاعد دراسة لأول مرة. تدعم قطاع التربية لولاية ورقلة هذه السنة بأربع مجمعات مدرسية بالإضافة إلى متوسطة وثانوية و32 قسم توسعة وخمس مطاعم جديدة.